نحن نعتقد أن الأنبياء معصومون لا في التبليغ فقط بل في كل شيء حتى في أمورهم العادية لا يخطئون. ليش؟ لأن هذا خليفة الله، الله اصطفى. الله عندما يصطفي ما يصطفي شيء ناقص. إحنا إذا نريد نختار شيء نختار الأفضل مما يمكننا. إذا أنت تقدر تختار الأفضل بس ما تختار الأفضل، هذا خلاف الحكمة. الله الذي يتمكن من اصطفاء الأفضل، يجي يصطفي واحد في عيب، يجي يصطفي واحد ينسى، يجي يصطفي واحد مثلا يتصرف تصرفات طائشة، هذا خلاف الحكمة. إحنا كبشر إذا نريد نختار ونتمكن من اختيار الأفضل نختار غير الأفضل؟ لا. إذا واحد يتمكن من اختيار الأفضل بدون أي مشكلة يختار غير الأفضل، مرة عنده عذر ما عنده فلوس يختار غير الأفضل، مرة لجهة من الجهات عذر عنده ما يخالف ما يقدر، لكن إذا يتمكن اختيار الأفضل بدون أي مشكلة لكنه يختار غير الأفضل، نلومه لو من لومه؟ نلومه، نقول لماذا فعلت هكذا؟ زين، إذا البشر العادي هكذا فالله سبحانه وتعالى عندما يريد يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام. يصطفي واحد ناقص وعاجز الله حتى ما يصطفي التام؟ هو مو عاجز. فلذلك الله سبحانه وتعالى يصطفي الأفضل الأنبياء من كل الجهة، وكذلك الأئمة والأوصياء في القمة. فالقيادة الحكيمة موجودة، وأنت ما عندك عذر في عدم اتباع هذه القيادة الحكيمة، لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل.